إنفاذا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، ونفذ العديد من المشروعات في هذا الخصوص، حيث وقع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله ربيع اليوم مشروعا مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ تجاوز 8 ملايين دولار يخدم جميع محافظات اليمن. ووقعه عن المنظمة رئيس بعثة المنظمة في اليمن الدكتور نيفيو زاجيريا. وأوضح الدكتور ربيع عقب التوقيع أنه إنفاذا للتوجيه الكريم بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الصحية التي يمرون بها، قام المركز باستجابة عاجلة وتنفيذ عملية تكاملية وبرامج متنوعة لمواجهة وباء الكوليرا والتخفيف من آثاره. كما يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين منذ بداية الأزمة وقفت مع كل فئات وأطياف الشعب اليمني في كل الأعمال الإنسانية. المركز الملك سلمان يقوم بجهود كبيرة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين للوصول لكل المناطق اليمنية، وفي هذه الأزمة بالذات الكوليرا خادم الحرمين الشريفين متابع وموجه وحريص جدا على احتواء هذا الوباء. والمركز خلال يومين سير قافلة كبيرة جدا لكل مناطق اليمن، واليوم يوقع اتفاقية كبيرة قيمتها 8,224,299 دولار مع منظمة الصحة العالمية لاحتواء هذا الوباء، تأكيدا لحرص المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني. نحن لا نستثني منطقة، لا نستثني محافظة، لا نستثني أي فئة من فئات اليمن. كل هم المملكة العربية السعودية هو الأمن والأمان والصحة والاستقرار للشعب اليمني. كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معاون مشترك مع أحد مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين والمتأثرين بالحرب وإدماجهم بالمجتمع وإلحاقهم في المدارس، وذلك في مقر المركز في الرياض. يسعى المشروع لإعادة تأهيل 2000 طفل في محافظات عمران وتعز ومأرب والجوف ممن تم تجنيدهم أو ممن تأثروا بالحرب، وإعادة دمجهم في المجتمع واكتشاف مواهبهم وتوعية أولاء أمورهم بمخاطر هذا التجنيد عبر إقامة دورات تأهيلية لمدة شهر في كل محافظة يخضع فيها الطفل لتأهيل نفسي عبر مختصين اجتماعيين، إضافة إلى تدريبات توعوية. على صعيد آخر، صعدت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية عمليات التجنيد القسري لأطفال القبائل اليمنية من خلال رشوة المشايخ وتوزيع الأرقام الوظيفية عليهم والمبالغ النقدية لتسهيل استدراج الأطفال لجبهات القتال دون معرفة أهاليهم. وتضاعفت حالات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين إلى 7 أضعاف ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال. وأوضح المراقبون في الداخل اليمني أن عدد الأطفال المجندين في صفوف الحوثيين بلغ 15,000 طفل يشاركون في الأعمال القتالية وزرع الألغام واستخدامهم كدروع بشرية والحراسة ونقاط التفتيش، مشيرين إلى أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أجبرت العديد من العائلات اليمنية على إرسال أبنائهم للقتال تحت التهديد، بالإضافة إلى تجنيدها للأطفال بدور الأيتام. وأبدى المراقبون لشأن اليمني استغرابهم لسكوت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأممية عن هذه الفظاعات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق أطفال اليمن، رغم انتشار الصور التي تظهر هؤلاء الأطفال في أطقم الميليشيات وجبهات القتال المختلفة، وكأن ذلك شأن لا يعنيهم. وتأتي حملة التجنيد الإجباري في ظل الخسائر البشرية الهائلة في صفوفهم في مختلف الجبهات وفرار كثير من مقاتليهم من جبهات القتال. ولازلنا في الملف اليمني، حيث ثمن اجتماع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الحكومة
أحمد بن دغر مواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبها في مثل هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن. وشهد الاجتماع الذي عقد في الرياض بالدعم اللامحدود الذي تقدمه دول التحالف في الدفاع عن الشعب اليمني وتقديمها المساعدات الإغاثية والإنسانية، وكذلك إعادة تأهيل المرافق الحكومية في المحافظات المحررة. كما أقر الاجتماع تقديم جميع أوجه الدعم للجيش اليمني والمقاومة في البلاد من أجل مواصلة الانتصارات وتطهير المدن والمحافظات كافة من العناصر الإرهابية. من جانبه أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن السلام في بلاده لن يتحقق دون سحب أداة القتل والإجرام من أيدي المتمردين، وأضاف أن الميليشيات الانقلابية في اليمن أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها، وأيضا على السلم والأمن الدوليين. وأشار خلال اتصال هاتفي أجراه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن تعمد الميليشيات ارتكاب مجازر في حق المدنيين في مدينة تعز أثناء وجود ولد الشيخ في اليمن يعد تحديا إلى نداء السلام صريحا منها على رفضها للسلام واستمرارها في الحرب ضد المدنيين. وقال إن تعمد الانقلابيين تنفيذ مجازر جديدة يسجل دليلا آخر لعدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب أوسع إدانة من المبعوث والمنظمة الدولية، مجددا إدانة الحكومة اليمنية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء من قبل قوى الانقلاب. وفي الميدان العسكري، أعلن المركز الإعلامي لقيادة محور تعز انطلاق معركة تحرير القصر الجمهوري شرق مدينة تعز من الانقلابيين. وقال المركز إن مدفعية الجيش دمرت مواقع المتمردين في القصر الجمهوري، وإن معارك عنيفة تدور الآن في آخر المباني المحيطة بالقصر، بل في مديرية نهم سيطر الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة على العديد من المواقع الاستراتيجية. المزيد في هذا التقرير. لليوم الرابع تواصل قوات الشرعية عملياتها العسكرية عند المنطقة الشرقية لصنعاء، مواجهات شرسة مع الانقلابيين بمنطقة نهم حققت من خلالها وحدات من الجيش اليمني السيطرة على الجبال الحمراء الاستراتيجية وقطع إمدادات الانقلابيين. القصف العنيف الذي شنته قوات الجيش اليمني على تمركز ميليشيا الانقلاب بمنطقتي بيحان وميدي في شبوة وحجة أشعل المواجهات بين الطرفين مع وقوع قتلى وجرحى للانقلابيين. احنا دائما نناوش الميليشيات الانقلابيه دائما وفي كل الاوقات، وعندما نحصل فرصه نهجم عليهم. طبعا هو الهدف الاسمى هو تحرير اليمن ودخول العاصمه صنعاء ونزعها من يد الميليشيات الانقلابيه، ودون ذلك لن نرضى باي هدف غيره. مستمرون دائما حتى نصل ميدان 70 ودار الرئاسه. على أكثر من جبهة تتواصل المعارك في تعز، الجبهة الشرقية للمدينة الأكثر سخونة تحاول قوات الجيش اليمني تضييق الخناق على عناصر الميليشيا المتحصنين داخل معسكر التشريفات بعد السيطرة على مبنى البنك المركزي وعدد من المباني التي حولتها ميليشيا الانقلاب لثكنات عسكرية. الحمد لله نحن في تقدم وفي مزيد من التقدم. نحن الآن على محيط القصر الجمهوري في مدرسة عمار، هناك اشتباكات قوية جدا بيننا وبين ميليشية الحوثي وجيش علي عبد الله صالح المنهزم، ونحن الحمد لله سنواصل مسيرتنا وسنواصل تقدمنا حتى نصل إلى الحوبان. لكن الجبهة الغربية لمحافظة تعز تتجدد الاشتباكات مع كل قصف تشنه وحدات من الجيش اليمني على تمركز المتمردين في مناطق مديرية موزع. معارك ضارية تخوضها قوات الجيش اليمني والمقاومة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز وسط تقدم تحرزه نحو القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. أحمد البكاري، تلفزيون المملكة العربية السعودية، تعز.